بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بدأ المصنف بعد الطهارة بذكر أحكام الصلاة. شروط الصلاة، تقدم أن الطهارة من شروطها. نعم، قال: الطهارة، المراد بالطهارة طهارة الحدث، وأما إزالة الخبث والنجاسة من على الثوب والبدن، طبعا غير التي على موضع الخروج فإنه شرط كما تقدم لنا لصحة الوضوء، فإن مشهور المذهب أنها شرط، والرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين أنها واجب وليست بشرط. ينبني عليه أن من كان على ثوبه نجاسة ثم نسيها حتى انقضت صلاته، فالمذهب أن صلاته باطلة، والرواية الثانية أنها صحيحة. قال: وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالأذى، أي النجاسة التي كانت في نعله، فهذا من باب الجهل، وباب الجهل يعذر فيه ما لا يعذر في النسيان. ومن شروطها دخول الوقت. قال: ومن شروطها، لأنه أورد بعض الشروط دون بعضها، فلم يذكر الإسلام والتمييز أو البلوغ لشرط الصحة، وهذا شرط وجوب، وكذلك العقل، وذلك قال: ومن شروطها، فأشار لمن التبعيضية. قال: دخول الوقت. الصلاة لا تصح قبل دخول الوقت، ولذا عبر المصنف بدخول الوقت، بينما الجمعة يعبر العلماء أن من شرطها الوقت. والفرق بين صلاة الجمعة وبين سائر الصلوات أن الوقت شرط للجمعة في الدخول وفي الخروج، بينما في غيرها من الصلوات المفروضة الوقت شرط للدخول فقط. كيف يكون ذلك؟ الظهر لها وقت معروف، فإذا صلاها قبل دخول وقتها فصلاته باطلة، وإذا صلاها بعد خروج وقتها فصلاته صحيحة لكن تكون قضاء. لذا فإن الشرط هو ماذا؟ دخول الوقت فقط. بينما الجمعة من صلاها قبل دخول وقتها فصلاته باطلة، ومن صلاها بعد خروج وقتها فصلاته باطلة، إذ الجمعة لا تقضى، لا تقضى الجمعة، وإنما تصلى أداء. ولذا فإنهم عبروا في كتاب الجمعة بأن شرطها الوقت ولم يعبروا بالدخول، فانظر الفرق بين المسألتين. والأصل فيه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. نعم، هذا هو الأصل في هذا الحديث، كما أن حديث عبد الله بن عمر بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما، وحديث أبي موسى وغيره وابن عباس رضي الله عنهم، هو من الأصول العظيمة في هذا الباب. والمصنف رحمه الله تعالى اختار في الوقت حديث عبد الله بن عمرو، وسأذكر بعض الخلاف في ألفاظه مع الأحاديث الأخرى، ومنها حديث جبريل. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر. نعم، هذا الحديث فيه بيان الأوقات، وقد بدأ بالظهر، وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث أنها التي يسميها الصحابة الأولى. والعلماء وإن كانوا يقولون إن النهار يبدأ من طلوع الفجر، إلا أنهم في مواقيت الصلاة يبدأون بالظهر، لأن جبرائيل عليه السلام أما النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء في صلاة الظهر، وكان الصحابة يسمونها الأولى، فأرادوا أن يوافقوا تعليم النبي تعليم جبرائيل عليه السلام الناس بالأوقات والمواقيت، وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم إياها، فيعلمون المتفقهة وطلبة العلم وفاقا له، من باب الموافقة حتى في الترتيب. أول هذه الأوقات وهو وقت الظهر، أوله إذا زال الشمس، ابتداؤه يكون بزوال الشمس، ومعنى زوال الشمس أي انتقال الشمس عن كبد السماء، وكونها في كبد السماء وهو الذي يسمى بقيام قائم الظهيرة، بألا يكون للشاخص فيء جهة المشرق والمغرب، ويكون أقصر فيء له حين ذاك، وهذا الذي يسمى بقيام قائم الظهيرة. فتكون الشمس في كبد السماء أي في وسطها، فإذا زالت عنه وأصبح للشاخص فيء أي ظل، فقد دخل وقت الظهر، وأما قبل ذلك فإنه وقت نهي، وأما منتهاه
فقال: وكان ظل الرجل كطوله، أي ينتهي وقت صلاة الظهر إذا وصل ظل الشيء مثله. قال: ما لم تحضر العصر. وقوله ما لم تحضر العصر يدلنا على أن هذين الوقتين متصلان، فخروج الوقت الأولى داخل في وقت دخول لوقت الثانية. نعم. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. قال: ووقت العصر يبتدئ بخروج وقت الظهر. دليله قال: ما لم تحضر العصر. وقد بيّن في حديث عبد الله بن عمرو أن وقت الظهر يخرج إذا كان ظل كل شيء مثله. إذن فابتداء وقت العصر يبدأ من حين أن يكون ظل كل شيء مثله، وينتهي لأهل العلم فيه قولان بناء على اختلاف الأحاديث. فقد جاء في حديث ابن عباس أن انتهاء وقت صلاة العصر حينما يكون ظل كل شيء مثليه، وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن انتهاء وقت العصر حينما تصفر الشمس. وبناء على ذلك فإن انتهاء وقت العصر فيه قولان عند علمائنا. المشهور أنهم قالوا إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه، قالوا احتياطا، فالاحتياط للعبادة أن نأخذ الأقل في وقتها. والرواية الثانية وهي التي ذهب إليها المصنف واختيار الشيخ تقي الدين أن وقت العصر يمتد إلى حين اصفرار الشمس، فإذا اصفرت الشمس ومالت للغروب فإنه حينئذ نقول انتهى وقت الاختيار لصلاة العصر، وجاء وقت الاضطرار، بمعنى أن من صلاها فيه لعذر فإن صلاته أداء ويحرم تأخيرها إليه من غير عذر لأنه وقت اضطرار. وهذا القول وإن كان أطول إلا أنه أحوط، وجهة الاحتياط فيه أن فيه تصحيحا لصلاة فقهاء الحنفية، فإن أبا حنيفة وأصحابه يرون أن دخول وقت صلاة العصر من حين يكون ظل كل شيء مثله، ولذا فإن الأحوط ليس في التضييق وإنما الأحوط في تصحيح صلاة العباد. وظاهر الحديث حديث عبد الله بن عمرو الامتداد، وأما حديث ابن عباس وصلاة جبرائيل فإنه حكاية فعل فيقدم القول على الفعل، ولذا فإن ما اختاره المصنف أوجه دليلا. نعم. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، أي وقت صلاة المغرب يمتد من غروب قرص الشمس إلى غياب الشفق، والمراد بالشفق الشفق الأحمر لا الشفق الأبيض. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. نعم، جاءنا حديثان. الحديث الأول أن وقت صلاة العشاء إلى ثلث الليل أخذ به الفقهاء في المشهور احتياطا تضييقا للوقت، والحديث الثاني أنه إلى نصفه وهو حديث عبد الله بن عمرو، وأخذ به الرواية الثانية عن أحمد وهو الذي اختاره الشيخ وهو المفتى به، وإن كان الأحوط أنه يكون إلى الثلث لأن القول مقدم على الفعل من جهة، ولأن فيها زيادة فالزيادة مقدمة على الثاني لأن هذا فيها نفي في بطلان الصلاة ما بعد النصف، وتلك فيها نفي لبطلان الصلاة في الثلثين. المراد بنصف الليل وثلثه باعتبار صلاة المغرب أو أذان المغرب أو غروب الشمس بمعنى أصح، فغروب الشمس هو ابتداء الليل، فينظر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فنحسب نصف الليل، فذلك منتهى صلاة العشاء. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. نعم، قال: ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر. والفجر نوعان، صادق وكاذب، وجاء في الحديث أن أحدهما يسمى بالمستطيل والآخر يسمى بالمستطير باعتبار أن الأول يكون طولا والثاني يكون عرضا. قال: ومنتهى ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فقد انتهى وقت صلاة الصبح. قبل أن نذكر المسألة بعدها عندي هنا مسألة مهمة، كيف نعرف الأوقات؟ يعرف الأوقات بأربعة وسائل. الوسيلة الأولى بالنظر لهذه العلامات الظاهرة. الوسيلة الثانية وهي أضعف من الأولى لكن يعمل بها بالإخبار عن النظر إليها، ودليله ما جاء أن ابن أم مكتوم كان يصلي كان يؤذن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فهذا من باب الخبر. الثالثة الحساب وهو الفلك، وقد قال كثير من أهل العلم إنه يصح الحساب بأن تحسب إما بالتقدير أو تحسب باعتبار الأعوام،
فتنظر هذه السنة متى غابت الشمس في السنة القادمة مثلها الشمسية أعني. الرابع الإخبار عن الحساب، فالمؤذن الذي ينظر في التقويم مخبر عن الحساب. فائدة معرفة هذه الدرجات الأربع أنها إذا تعارضت قدم الأول على الثاني والثاني على الثالث والثالث على الرابع. نعم. ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. نعم، هذه المسألة ينبني عليها ثلاثة فروع فقهية، وهي بما تدرك الصلاة الذي مشى عليه المصنف وهو اختيار الشيخ تقي الدين، وهي الرواية الثانية أن الصلاة تدرك بإدراك ركعة للحديث الذي أورده، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وأما المشهور فإنهم قالوا إن الصلاة تدرك بإدراك ركن فيها، وأول الأركان في الصلاة هو تكبيرة الإحرام، فمن أدرك تكبيرة الإحرام فقد أدرك الصلاة. دليلهم هذا الحديث نفسه، قالوا لأنه جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث: من أدرك سجدة، فيكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالسجدة وبالركعة الركن، وأول الأركان هو تكبيرة الإحرام، فمن أدرك تكبيرة الإحرام أدرك الصلاة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى قالوا إن بعض ألفاظ هذا الحديث جاء فيها: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، فيكون ذلك من باب التخصيص، فيحمل العام على الخاص، فحينئذ نقول إن هذا الحديث محمول على الجمعة، فالجمعة وحدها هي التي تدرك بالركعة، وما عداه تدرك بتكبيرة الإحرام. ما الذي ينبني على هذه المسألة؟ ينبني مسائل. المسألة الأولى أن من أدرك من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام فكبر تكبيرة الإحرام فيها، حكمنا بأن صلاته أداء وليست بقضاء، وعلى القول الذي مشى عليه المصنف تكون قضاء إلا أن يدرك ركعة كاملة. الحالة الثانية إذا زال العذر المانع من الصحة أو الوجوب، كأن يفيق المجنون أو يبلغ الصبي أو تطهر الحائض قبل هذا المقدار، فإنه تجب عليهم الصلاة. على المشهور إذا ذهب المانع قبل مقدار تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت فيجب عليهم أداء هذه الصلاة، وعلى ما ذكره المصنف لا بد أن يكون قد أدركوا مقدار ركعة كاملة. المسألة الأخيرة في إدراك الجماعة مع الإمام، فإن من قال إنه تدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام يقولون تدرك الجماعة بالدخول مع الإمام في تكبيرة الإحرام فقط ولو كان في التشهد الأخير، والثاني يقول لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة. نعم. ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره. نعم، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر أو غيره، يعني أو تأخيرها عن لغير لعذر يعني من غير الأعذار التي تبيح التأخير، لأن التأخير نوعان: تأخير للصلاة لأجل الجمع ويتوسع في أعذارها، وتأخير للصلاة عن وقتها المطلق وما جمعت إليه، لأن الظهر والعصر بمثابة الوقت الواحد والمغرب والعشاء بمثابة الوقت الواحد، فهذا لا يجوز إلا لأعذار أشد كالنوم ونحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله صلاة في الليل لا يقبلها في النهار، وصلاة في النهار لا يقبلها في الليل. وذم النبي صلى الله عليه وسلم من يؤخر الصلاة عن وقتها، فقال: يأتي أقوام، يأتي لكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، قالوا: ما نفعل يا رسول الله؟ قال: صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معه. إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها. نعم، الجمع بين الصلاتين جائز، وأسباب الجمع بين الصلاتين نوعان: سبب معين ورد به النص، وسبب غير معين. فأما السبب المعين فهو الجمع لأجل السفر، والجمع لأجل المطر، فقد جاء أن ابن عمر جمع لأجل المطر، وجاء أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: من السنة الجمع بين العشاء للمطر، إذن فقد ورد به النص. ومن الدلائل النص مفهوم حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين من غير سفر ولا مطر ولا مرض، فدل على أن مفهوم ذلك أنه يجوز الجمع لهذه الأمور الثلاثة. النوع الثاني من أسباب التي يجوز الجمع لها السبب العام
وهو المقدر بالمشقة، أي المشقة الخارجة عن العادة كالمرض ونحوه مما يكون فيه حرج. والدليل على أنه يجوز الجمع لأجل الحرج الخارج عن العادة والمشقة الكبيرة ما جاء في تفسير ابن عباس لجمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراد ألا يحرج أمته. فكل ما فيه حرج ومشقة كبيران خارجان عن العادة فإنه يجوز الجمع له. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. والمراد بالعذر أي العذر العام أو الخاص الذي تقدم ذكره، وبسط ذلك في كتب الفقه. والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها. المراد إذا لم تجمع فالأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة وغيره لما سئل ما أفضل العمل قال: الصلاة لوقتها، أي لأول وقتها. إلا العشاء إذا لم يشق. إلا العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها مرة وقال: إن هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي. وإلا الظهر في شدة الحر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم، فالإبراد بصلاة الظهر مسنون سواء صلى المرء جماعة أو وحده. ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا. نعم، لأن القضاء يجب على الفورية، والترتيب بين الصلوات واجب، بل إنهم يرون أنه شرط، ولا يسقط الترتيب إلا في حالات ثلاث أو أربع سيريدها المصنف. فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. نعم، العلماء يقولون إن الترتيب بين الصلوات الخمس شرط لصحتها، هو واجب لأنه منفصل عنها. وبناء على ذلك فإنه لا يسقط الترتيب إلا في حالات ثلاث أو أربع، وقلت أو أربع لأن الرابعة على الرواية الثانية لا على المشهور. الحالة الأولى إذا نسي الترتيب أو جهله حتى سلم من الصلاة الثانية، وهذا القيد مهم، فلو أنه تذكر أو علم وجوب الترتيب في أثناء الصلاة انقلبت الصلاة التي يصليها إلى نفل، ويجب عليه أن يرتب فيصلي الظهر قبل العصر والعصر قبل المغرب. لكن إن نسي أو جهل ولم يتذكر أو يعلم إلا بعد انقضاء الصلاة الثانية لم يلزمه قضاء الأولى. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا خاف فوات الصلاة، والمراد بالصلاة أي الصلاة الثانية، وذلك بأن يضيق وقت صلاة الثانية إلا عن أدائها، فلا يكفي من الوقت إلا وقت أداء الثانية، فحينئذ نقول تصلى الثانية في وقتها أولى من أن تصلى الأولى فتكون قضاء، والثانية تكون بعد وقتها فتكون قضاء، فتكون كلا الصلاتين خارج وقتها. هاتان حالتان. الحالة الثالثة التي أوردها العلماء خاصة بيوم الجمعة، فقالوا إن من حضر صلاة الجمعة وقد فاتته صلاة كالفجر أو ما قبل الفجر فإنه يلزمه أن يصلي الجمعة ثم يقضي الصلوات السابقة لها، لأن الجمعة لها شرط، وشرطها هو أن تكون مع الإمام. فحينئذ لو قدم الفجر والصلوات الأخرى على الجمعة لفاتته صلاة الجمعة، والجمعة لا تقضى وهي واجبة عليه، فحينئذ يسقط الترتيب يوم الجمعة. يذكرونها هذه في باب الجمعة ولا يذكرونها في هذا الموضع. ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. نعم، الدليل على وجوب ستر العورة قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن شرط ستر العورة أن يكون بثوب مباح، والثوب المباح لأن المحرم أو النجس لا يكون مبيحا للصلاة، لأن المحرم لا يبيح. والعورة ثلاثة أنواع. نعم، قال: ولا يصف البشرة. معنى كونه لا يصف البشرة ثلاثة أمور. الأمر الأول لا يصف لونها، والأمر الثاني ليس بمشقق، والأمر الثالث لا يكون مفصلا لها. هذه ثلاثة أمور. الأمر الأول لا يكون رقيقا يفصل اللون بأن يكون شفافا، لانعقاد الإجماع على أن الشفاف والرقيق ليس مبيحا، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعلها المرأة تحت غلالها إذا أرادت الصلاة. الأمر الثاني أن يكون غير كاشف لبعض أجزاء العورة. الأمر الثالث ألا يكون مفصلا، وعندنا فرق بين المفصل
وبين المجسم، المجسم معفو عنه والمفصل ليس بمعفو عنه. المجسم الذي يبين حجم الرأس للمرأة مثلا أو الكتفين فهذا معفو عنه. دليله أن سودة لما لبست الحجاب قال لها عمر رضي الله عنها: قد عرفناك يا سودة، فأنزل الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والذي استثناه الله عز وجل أمور منها التجسيم ومنها العينان كما جاء، ومنها قيل غير ذلك. فالمقصود من هذا أن التفصيل هو المذموم، لأن التفصيل ليس بساتر. دليله حديث أم سلمة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الدرع، فقال: إذا كان الدرع سابغا يستر ظهور القدمين، ولا يسمى الثوب سابغا إلا إذا كان واسعا. والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، ومخففة وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10 وهي الفرجان، ومتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. نعم، تقسيم العورة إلى 3 أنواع تختلف باعتبار الشخص الواحد وباختلاف الأشخاص، فهنا قسمها المصنف باعتبار الأشخاص، فقال إن العورة المغلظة من المرأة مغلظة إذا كانت جهة المرأة، فالتغليظ باعتبار الحجم، فإنها كلها عورة إلا وجهها، وهذا هو المذهب أن كل المرأة عورة إلا وجهها إذا كان درع سابغا يستر ظهور القدمين، فالكفان والقدمان عورة في الصلاة، سميت مغلظة باعتبار مقدار ما ستر. هذا واحد. المخففة هي أقلها ما يلزم ستره، وهما الفرجان أو السوأتان لمن كان ابن 7 إلى 10، لأن من كان دون 7 فليست له عورة، وذلك يجوز أن يوضأ من أمه ومن غيرها. وأما من 7 إلى 10 فعورته إنما هي المغلظة فقط، وما عداه يجوز كشفه، لكن باب التأديب يعلم. والمتوسطة باعتبار الحجم عورة من عداهم، والمراد بمن عداهم الرجال والإماء، فإنها تكون من السرة إلى الركبة لما جاء عند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذا التقسيم باعتبار الأشخاص ومقدار ما يستر. أحيانا تكون العورة تنقسم إلى مغلظة وعادية باعتبار الشخص الواحد، فالمرأة لها عورتان والرجل له عورتان مغلظة وعادية. فالرجل له عورتان مغلظة وهي السوأتان، وعادية وهي ما بين السرة إلى الركبة. ما فائدة تقسيم هذين القسمين؟ أننا نقول المغلظة لا يجوز كشفها إلا عند الحاجة، بينما العادية يجوز كشفها المغلظة لا يجوز كشفها إلا عند الضرورة، بينما العادية يجوز كشفها للضرورة وللحاجة. وعلى ذلك يحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما دل قدميه في البئر وحسر عن فخذيه، فإن هنا حاجة، لأنه إن أنزل ثوبه ابتل ثوبه بالماء، وهذه حاجة لعدم بلل الثوب، فجاز كشف بعض الفخذ للحاجة. ومثله العمال في البحار وغيره قد يخرجون بعض أفخاذهم. الفائدة الثانية في معرفة المغلظة والعادية أن العلماء يقولون إن خروج بعض العورة العادية معفو عنه، بشرط أن يكون قليلا في الزمان أو المقدار. فلو أن امرأة صلى فخرج بعض عورته العادية زمنا قليلا وكان الخارج كثيرا نقول عفي عنه، أو العكس، خرج شيء قليل لزمن طويل عفي عنه. وأما إن كان الخارج منه في أثناء صلاته العورة المغلظة وهي السوأتان فلا يعفى إلا عن القليل في الزمن القليل، ولا يعفى عن الكثير في الزمن القليل ولا القليل في الزمن الكثير، فتبطل صلاته. مثله نقول في المرأة، فإن المرأة لها عورتان مغلظة وعادية، فالمغلظة ما بين السرة إلى الركبة لا يجوز أن تكشفها بحال إلا لضرورة كولادة ونحوها، والعادية ما زاد عن السرة وما زاد والركبة وما نزل، فيجوز كشفها للحاجة. كيف تكون الحاجة؟ أحيانا المرأة تعمل في بيتها فتخرج ذراعاها أو عضداها، نقول يجوز. تعجن بقدميها
فإذا عجنت بقدميها حسرت عن ساقيها يجوز. ترضع وليدها أمام نساء فيجوز لها أن ترضعه فقد يخرج صدرها. وهذا معنى قولهم إن العورة نوعان. وبعض الإخوان يقرأ في كتب الفقه ويجد أنهم يقولون إن عورة المرأة عند المرأة ما بين السرة إلى الركبة، فيقول يجوز للمرأة أن تخرج ما عدا هذه العورة، ولا يقول مسلم بذلك، بل ولا يقول صاحب ذوق. اذهب إلى بلاد غير المسلمين، فلو أن امرأة خرجت عند النساء بهذه الطريقة لا قبض عليها لمخالفة الذوق العام. ولكن مراد الفقهاء رحمة الله عليهم أن يفرقوا بين نوعي العورة المغلظة وغير المغلظة. ولذا فإنه يجوز كشف وجه المرأة للحاجة، للطبيب، للقاضي، للشاهد، إذا أمنت الفتنة كالقواعد. إذن نفرق بين العورتين في الحكم وفي الحال. نعم. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم، هذا دليل على وجوب ستر العورة، ومنها استقبال القبلة، أي من الشروط استقبال القبلة في الصلاة. دليله قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي يجب التوجه إلى المسجد الحرام. والمسجد الحرام يطلق على معان، منها يطلق على مسجد الكعبة، ويطلق على مكة كلها. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، أي من مكة. وهنا قال الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهناك قال الله عز وجل أيضا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، أي الحرم، وهو المعنى الثالث الشامل. إذن فالمسجد الحرام يطلق على ثلاثة معاني. كيف يكون التوجه للقبلة؟ نقول له أحوال. من كان مثل حالنا الآن بحمد الله عز وجل، وهذا من عام الله عز وجل، أننا ننظر إلى الكعبة، فيجب أن يتوجه إلى شاخص منها. يجب أن يتوجه إلى الكعبة، لكن يتوجه إلى شاخص. الأمر الثاني طبعا، لأن من صلى في علو الكعبة قيل إن صلاته في سقفها لا يصح، لأنها قديما لم يكن في سقفها شاخص، وإنما كان سطحها مسطحا. هذا أحد تعليلي العلماء في النهي عن الصلاة على علو الكعبة. إذا لم يكن يرى الكعبة فإنه يذهب إلى جهة المسجد، فأهل مكة يصلون إلى المسجد الكعبة، وهو المسجد الحرام الذي نحن فيه. إن كان بعيدا، أي خارج مكة لكنه بعد قريب، فيتجه إلى مكة. فإن كان بعيدا جدا فيتجه إلى الجهة، وقد روينا في الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، والجهات أربع: شمال وجنوب وشرق وغرب. فكل من صدق عليه أنه متجه إلى الجنوب من أهل المدينة والشام فإنها تسمى قبلة، ما لم يتجه جنوبا شرقيا أو جنوبا غربيا، لأنها تكون ليست جنوبا خالصا. ولذلك انعقد الإجماع كما قال ابن رجب على أنه لا تجب مسامتة عين القبلة، نعم، وإنما المقصود الجهة. فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. نعم، لأن الآية ما زالت محكمة: فأينما تولوا فثم وجه الله، وليست منسوخة، إنما نسخ بعض حكمها للقادر. وأما العاجز كالمريض فإنه يصلي حيث توجه، ومثله الراكب في الطائرة وغيره. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، هذه من الأدلة العامة، وذكرت لك الدليل الخاص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي لفظ: غير أنه لا يصلي المكتوبة. نعم، الصلوات التي لا يشترط لها التوجه للقبلة هي صلاة النافلة في السفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته. وعندنا في التنفل على السفر مسائل نأخذها من الحديث. قوله كان يصلي عليه الصلاة والسلام في السفر النافلة على راحلته يدلنا على أن ما يسمى نافلة سواء كانت مطلقة أو مقيدة يجوز فعلها على الراحلة، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الوتر على راحلة، فالمقيد أيضا يصلى على الراحلة. والصلاة على الراحلة فيها ترك لأمرين: ترك للقيام وترك للتوجه للقبلة. المسألة الثالثة عندنا أن هذا الترخص يجوز في السفر القصير وفي السفر الطويل معا. وأنا أسأل الآن: ما الفرق بين السفر القصير والسفر الطويل؟ من يعرفه؟ سم، كم مقدار السفر القصير وكم مقدار السفر الطويل؟ لا، بالفراسخ، بالفراسخ الأهم هي الفراسخ.
لا سم. السفر الطويل والقصير لا له مقدار. من يعرف مقدار السفر القصير كم؟ لا نقص شوي فرسخ. وهذا يسمى السفر القصير. الرخصة بالقصر والجمع إنما هو للطويل والفطر في نهار رمضان. أما الصلاة على النافلة فيجوز في السفر القصير، فيجوز الصلاة على النافلة حتى في السفر القصير. نعم. ومن شروطها النية. نعم، هذه المسألة ذكرتها في أول الحديث أن النية قيل إنها واجب وقيل إنها شرط، والمعتمد أنها شرط لأنها متقدمة، إذ يجوز أن تتقدم النية على أول العبادة لكن مع اشتراط استصحاب حكمها ولا يلزم استصحاب ذكرها. وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس. نعم، أو تكلم المصنف عن البقعة، تكلم المصنف عن الثوب وثيابك فطهر، وتكلم المصنف كذلك عن المصلي وتطهير جسده. هنا بدأ يتكلم المصنف عن البقعة التي يصلى فيها. يقول الشيخ وتصح الصلاة في كل مسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت الأرض مسجدا، أي موضعا للسجود يجوز لي أن أسجد فيه، إلا مواضع معينة ورد بها النص. أولها قال في محل النجس، فإن المحل النجس لا تصح الصلاة فيه وتكون الصلاة باطلة إلا لعذر كأن لا يجد غيره كالمحبوس ونحوه، إذ الأمر إذا ضاق اتسع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في نعل فيه أذى خلعه. والفرق بين المكان المتنجس وبين الثوب المتنجس أن الثوب المتنجس لا تصح الصلاة به وإن لم تباشر النجاسة أعضاء المصلي، وأما المكان المتنجس فإنه إذا كانت النجاسة في غير موضع الصلاة فإنها تصح، كأن يغطيها بقطعة قماش أو تراب فيصلي فوقه تصح، أو تكون في غير موضعه مثل أن تكون في قبلته أو عن يمينه وعن شماله. وما هو موضع المصلي؟ قالوا من عقبه حال القيام إلى جبهته حال السجود، ومن كفه إلى كفه عند السجود، وما بينهما ولو لم يباشر جسده كما يكون تحت البطن والصدر. فكل هذا هو البقعة التي يجب تطهيرها، ما زاد عنه لا يلزم تطهيره. أو مغصوب. نعم، أو مغصوب. المعتمد عند فقهائنا أن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح لأن النهي يقتضي الفساد، والنهي هنا متعلق بشرط، والشرط هو الإذن في المحل. أو في مقبرة. نعم، النهي عن الصلاة في المقبرة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في شيء وإليه إلا للمقبرة، فدلنا على أن العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة لعلة سد ذريعة الشرك، ولذلك حرم الصلاة في المقبرة وإلى المقبرة. والصلاة في المقبرة يشمل أمرين، الأمر الأول القبر الواحد أن يصلي عليه، والأمر الثاني المكان المحاط المخصص للقبر ولو كانت القبور بعيدة فيه فإنه لا يصح صلاة الفريضة فيه، إذ هذا الوزن مفعله يصدق على الأمر على المحل المحدد والمحل المحاط مثل المسجد والمقبرة ونحوها. أو حمام. نعم، الحمام المكان الذي يستحم به، والعلة فيه على المشهور لأجل النجاسة لأنه مظنة النجاسة، إذ عند الاستحمام قد يخرج من المرء نجاسات إما من بوله أو من النجاسات التي على بدنه. وقيل إن العلة إنما هي، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، أن العلة إنما هو وجود الشياطين. أو أعطاني إبل. أو أعطاني الإبل، لما ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطاني الإبل، فدل ذلك على النهي عنه هو لأجل اجتماع الشياطين، وقيل لأجل التعبد. وفي سنن الترمذي مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. نعم، يقول الدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد، أي موضع للسجود يصح الصلاة فيه، إلا المقبرة فلا تصح الصلاة فيه، والحمام فإنه لا يصح الصلاة فيهما والصلاة باطلة. نقف عند هذا الجزء، أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل غدا إن شاء الله.